قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل القيادي في الجماعة الإسلامية أيمن غطمة في استهداف السيارة في البقاع الغربي في لبنان، مضيفا أن المستهدف مسؤول عن إمداد حماس والجماعة الإسلامية في لبنان بالسلاح. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للحظة استهدافه عبر غارة جوية للقيادي في حماس أيمن غطمة في منطقة البقاع الغربي في لبنان. من جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا ومرحبا بك معنا ناهد. الاستهداف اليوم الاستهداف الإسرائيلي في البقاع الغربي في لبنان، نريد بداية أن نفهم طبيعة فقدنا الاتصال. يبدو بأن فقدنا الاتصال مع ناهد، أعاود في حال توفر الاتصال في سياق هذه النشرة الحديث مع ناهد. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول أمريكي رفيعا أن مسؤولين أمريكيين طمأنوا وفدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين زار واشنطن هذا الأسبوع، طمأنوهم بأن الإدارة الأمريكية مستعدة لدعم إسرائيل إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله في لبنان، إلا أنها لن تنشر قوات على الأرض في هذه الحالة. وأوضحت CNN أن الاجتماع بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين ومن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تطرق إلى عدة ملفات كوقف إطلاق النار في غزة ومفاوضات إطلاق سراح الأسرى لدى حماس ومسألة التوتر مع إيران. وعند مناقشة مسألة حزب الله ذكرت الشبكة الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين شددوا على أن واشنطن ستقدم المساعدة الأمنية التي تحتاجها إسرائيل. هذا وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمرة الثانية على التوالي على الفيديو الذي ظهر فيه مؤخرا منتقدا تأخر الولايات المتحدة في تسليم بلاده أسلحة، وقال في محاولة الدفاع عن تصريحاته إنه حاول حل المشكلة خلف الأبواب الموصدة لعدة أشهر من دون جدوى، موضحا في مقابلة صحفية أنه شعر أن بث الفيديو كان ضروريا للغاية بعد أشهر من نقاشات لم تحل المشكلة ولم توصل إلى نتيجة. وبالعودة إلى الجنوب اللبناني تنضم إلينا من جديد مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا بك من جديد ناهد. طبيعة هذا الاستهداف اليوم، الموقع الذي استهدف في البقاع الغربي إذا ما كان يعطي شكلا جديدا لقواعد الاشتباك، والشخص المستهدف أيضا لو سمحتي.
نعم رشا، الاستهداف حصل من مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على سيارة من نوع هوندا التي كان فيها المسؤول في الجماعة الإسلامية أيمن غطمي. كانت مصادر الحدث أعلنت عن استهدافه في هذه السيارة، هي منطقة لخيارة في البقاع الغربي، هي تستهدف للمرة الأولى ولكنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها قياديون أو مسؤولون في الجماعة الإسلامية. هي طبعا بعيدة بالنسبة لقواعد الاشتباك، هي بعيدة كليا، هي تقع في البقاع الغربي أي خارج الجنوب اللبناني. ولكن رشا أشير أيضا إلى أنه الاستهداف الرابع للجماعة الإسلامية، سبقتها استهدافات أخرى أيضا في البقاع الغربي. سابقا كان هناك استهداف في بلدة ميدون أيضا في البقاع الغربي، كان فيها أو تم فيها اغتيال قياديين من الجماعة الإسلامية. غارة أخرى كانت في بلدة الصويرة، أخطأت السيارة التي كان فيها أيضا أحد المسؤولين في الجماعة الإسلامية وأصابت يومها سيارة أخرى كان فيها عامل سوري قتل أثر هذه الغارة، وسيارة أخرى أيضا كانت على مفترق أو على مفرق بلدة مجد العنجر في البقاع الأوسط التي أيضا كان فيها مسؤول في الجماعة الإسلامية. لذا هو ليس الاستهداف الأول، وطبيعة استهداف أو سبب استهداف الجماعة الإسلامية رشا بأن الجماعة أيضا من المجموعات التي تشارك في العمليات في جنوب لبنان في المواجهات مع إسرائيل، تحديدا قوات الفجر، وهي التي تعتبر هي التي الجناح العسكري لقوات أو عفوا للجماعة الإسلامية التي هي تدعى بقوات الفجر. كانت شاركت أو قامت بعدد من العمليات اتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية أبرزها كريات شمونة في الأشهر السابقة، وقتل لها يومها أو خلال هذه المواجهات عناصر كانوا يشاركون. لذلك تعتبر الجماعة الإسلامية أيضا على بنك أهداف أو عفوا في بنك أهداف إسرائيل، إضافة إلى حزب الله طبعا وحركة حماس، يعني كل المجموعات التي تشارك في هذه العمليات أو المواجهات مع إسرائيل من الجنوب اللبناني، وعليه كان هذا الاستهداف هذا اليوم. طيب ناهد، ردود الفعل من قبل حزب الله إذا ما كان هناك أي تعليق، يعني لأنه في الفترة الماضية والأيام القليلة الماضية استمعنا إلى تصريحات نصر الله والأسلوب الذي كان يتحدث فيه الذي ربما يوصف ب نوع التباهي بالمقدرات والتحدي إلى حد ما. عندما يقع مثل هذا الحادث وفي البقاع الغربي في لبنان، ما الردود من قبل حزب الله؟ كردود سياسية حتى الساعة لم يصدر أي تعليق من حزب الله حول هذا الاغتيال، ولكن من المتوقع بأن تكون هناك عملية يقوم بها عملية عسكرية ردا على هذا الاغتيال، وهو ما عادة ما يقوم به حزب الله عندما تحصل أي عملية استهداف إسرائيلية، يكون هناك رد باتجاه مواقع إسرائيلية تقع أقرب إلى العمق، يعني أو قواعد استراتيجية أو قواعد جوية إسرائيلية عادة ما يقوم حزب الله باستهدافها كردا على اغتيالات معينة. في اليومين الماضيين لاحظنا بدء حزب الله بهذه العمليات، عادة ما يقوم حزب الله بشن عمليات بعد غارات إسرائيلية أو بعد استهدافات إسرائيلية يقوم حزب الله بالعمليات. يوم أمس كان الهدوء الحذر يخيم على البلدة الجنوبية ليخرقه حزب الله بسلسلة من العمليات. أيضا اليوم كان حزب الله استهدف موقع المنارة، وبحسب ما جاء في بيانه أنه استهدف مبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون، وبعدها بدأ عدا القصف المدفعي إلى عدد من البلدات بالإضافة إلى غارة على بلدة عيت الشعب التي هي خلفنا. أيضا منذ بعض الوقت كان هناك قصف بالقذائف الفوسفورية رشا على بلدات عدة، تحديدا بين بلدتي وادي سلوقي وحول، ما سبب باندلاع حرائق في تلك المنطقة، وهو المشهد الذي بتنا نشهده بشكل شبه يومي على الأراضي الزراعية والمساحات الشاسعة بفعل القذائف الحارقة والفسفورية التي يطلقها الجيش الإسرائيلي يوميا على الأراضي اللبنانية. شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان، كنت معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف، شكرا لك.